أنت متحير عاشرها وهي على تلك الحال وفي انتظار بلوغ العقار أصله، إلا أن المجني عليها صارعته بطلب الإنصاف. فهل كان ليتركها؟ هل كانت لتفلت من يده؟ رأى الملعون حلمه الخبيث يتبدد، فكان على إتمامه من الراغبين، ولصادق تخطيطه وإصراره على اقتراب امره من العازمين. اوهمها بالسماح لها بالرحيل، لكنه عزم رحيلها من الدنيا وما فيها. احضر رباط ملابس اعده سلفا مباغتا اياها من ورائها، احضر رباط ملابس اعده سلفا مباغتا اياها من ورائها. اعتصر عن القيام بذلك الرباط، ظل يعتصره فرد عليها المتهمة بكل طغيان وتكبر: لا أحد لك مني اليوم من العاصمين، فإني لمخططي من المنفذين، وعلى إنهاء حياتك من القائمين، ولمعاشرة جثتك من المتلذذين. قهوة مدح المجني عليه لعلها تنجو بروحها، دافعت عن حياتها بكل قوة، أنشبت أظافرها، خلبته بها في كل موضع استطاعت الوصول إليه، أخذت من خلاياه البشرية أصرا عليه، وأسالت دماؤه على ملابسه لعلها تنمو. ولكن هل من سبيل للنجاة؟ دماؤه نعم، تناصرت على مرتبة سريره دماؤه، فدماء تسفك وجسد يسقط وأنفاس تلفظ ونبضات تتوقف، ما انقضى منها وطرا حتى اخذ القتيل على هيئتها العاريه، ووضع جثتها في حقيبه قماشيه وحملها الى سيارته، فكانت عن العيون مخفيه، وقادها الى مكان منعزل مليء بالرمال بمنطقه صحراويه، فاخرج الجثمان ووراه بالرمال باجواء ليليه، وتخلص من ملابسها ودفنها بجوارها بذات المنطقة الإنشائية. ثم عاد إلى مسكنه وتعاطى جوهر القيصر مستكملا لنشوته، فقد باتت هي غايته ومنتهاه، انتشاء للعقل والأفكار، إزهاقا للروح بلا سابق إنذار، فكر شيطان. بدأت أحداثها حينما اتخذ المتهم خليلا غير صالح، وكيف له ألا يفعل؟ فالمرء على دين خليله، فكان خليله طارح. أتى له خليله زيادة بالجوائر المخدرة وبالنساء، أتى له بضحية يفترسها كذئب غير جائع، أتى له بالمن عليها رحمة أحمد صابر ذات 18. أوهاها المتهم بمسكنه لما حدثته عن ضيق حاله، وعيشها مشتتة بعد افتراق والديه، قبل أن يزداد همها بوفاة والدها، لتعيش مشردة في الطرقات وتطرق باب الشهوات، استغل حاجتها وفقرها المطلق.